السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الزي بيلدر المقدم من انجينيرنج سيستمز. هو الميزة اللي فيه ان هو فيه انتجريشن بين اكتر من قسم: البيدنج، البلاننج، الاكيوبمنت، الكوست كنترول، سبلاي تشين، بيم فيور. كل الحاجات دي مرتبطة مع بعض، مش كل واحد فيهم مسؤول ذاته، لا، دي بتاخد المعلومات من الاكيوبمنت، ولما تحدث سبلاي تشين بيتحدث في البيم فيور والعكس وهكذا. فخلينا نفتح البلاننج ده. هنا تلاقي المشروع، ممكن اجي هنا اقول له تمبليت برايسنج، تبدا تشوف الاسعار ديت. احنا كده بنتكلم في الفايف دي، فتقدر تحدد مثلا الكوست ليبر مثلا بخمسة، مثلا بستة، مثلا الاسعار بتاعت العناصر. لما بعدل هنا بتتعدل في المشروع ككل، انا مش لازم اعدل في جزء جزء، لا، هو بعدل بيتعدل في كله. بقوله سيف، بيروح مسافر للمشروع. هنا بتلاقي كل التكاليف بتاعة المشروع، سواء ليبر، سواء ماتيريال، سواء اكيوبمنت، اذر. في بعض الحاجات ما بتبقاش مندرجة في الحاجات دول، بتاعت اندايركت ريسورس تقدر تشوفها هنا. تقدر تيجي هنا تفتحهم كلهم بالشكل دوت او تقفلهم. تقدر تقول له عايز اعمل فلتر، فتقول له مثلا عايز الحاجات مثلا اللي هي مثلا بواحد او باتنين حسب ما انت عايز، تعمل فلتر للعناصر دي. تقدر تصدر الحاجات دي كاكسل، او تصدرها كبي دي اف او سي اس في. تقدر تشوف العناصر او تخفيها. في الاخر تقدر تقول له سيف وتسيف الشغل.